وقت العمل والمعقول وغرس غرس. هذا ماشي غير شعار، هذه منهجية جديدة. أغرس كتعني نديرو جهدنا ونتكلموا مع المواطن بصراحة، كتعني الالتزام ثم الوفاء بالالتزام، كتعني رفض المسؤولية بالمحاسبة. ومن هنا يبدأ المسار، ومن هنا يبدأ مسارنا، لأننا رفعنا تحدي إعادة النظر في هيكلة الحزب. من هنا غتبدا الخدمة المعقول، ومن المعقول وعلاش؟ حيت التزمنا بالرفع من وتيرة الاشتغال، واحترمنا كل المواعيد اللي عندنا عليها في محطة أكادير يوم 15 يناير. من هنا يبدأ المسار. محطة جد مهمة، دزنا مرحلة اللي كانت مهمة ديال الاستماع وديال الجولات الجهوية وديال باش نستقبلوا الطلبات ديال المناضلين والمناضلات. اليوم جينا باش اولا نخرجوا هاد يعني التنظيمات الموازيه للوجوه، بحيث عندنا الان يعني تنظيمات ديال الشباب، وعندنا تنظيمات ديال النساء، وعندنا تنظيمات ديال لي كومين، وعندنا تنظيمات كذلك سوسيو بروفيسيونيل اللي هي موجوده وغادي تجي وحده اخرى. كاين واحد الديناميه اللي هي ايجابيه، غادي يكون عندنا واحد غادي يكون عندنا واحد القانون اللي غادي نعطينا امكانيات باش نمشيو اكثر ان شاء الله في المستقبل يعني فعالية، ونكون نتواجدوا مع المواطنين. غادي تكون كذلك بداية ديال الحوار وديال النقاش على اشنو هو التموقع ديال الحزب، شنو هما لي فالور ديال الحزب، اشنو بغينا نكونوا في المستقبل. كاين افكار اللي غادي نطرحوها اليوم واللي غادي تبدا فيها المناقشة، وغادي نكملوها في الجهات ان شاء الله شهر اكتوبر وشهر نوفمبر، باش تكون يعني عندنا واحد الرؤيه اللي هي واضحه اللي فهمها المواطن، باش يعرف بانه الا كيتوجه الايريني هذاك هو، ولا يعني التجمع هذاك هو يعني الرؤيه الواضحه، باش تكون الامور واضحه. وان شاء الله يعني كنتمناو ان يكون هذا المؤتمر بدايه خير وبدايه مسار جيد وناجح للتجمع الوطني الاحرار.